استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بمجلس سموه العامر بقصر الوادي وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد. وخلال اللقاء أكد سموه أن مملكة البحرين قد استطاعت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أن تخطو خطوات مميزة بقطاع الشباب والرياضة بفضل الرعاية ودعم جلالته أيده الله، والذي ساهم في أن تحقق البحرين مركزا متقدما على المستويين الشبابي والرياضي قاريا ودوليا. وأضاف سموه أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد تولي اهتماما كبيرا في برامجها لمواصلة العملية التنموية في هذا القطاع بما يلبي التطلعات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء في الحركتين الشبابية والرياضية بالمملكة. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن الخطط والاستراتيجيات التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قد أسهمت في احتضان وتمكين الشباب في بيئة مناسبة تدفعهم نحو الإبداع والتميز وكذلك النهوض بالألعاب الرياضية المختلفة، متمنيا سموه للمؤيد التوفيق والنجاح في مهم عمله في خدمة قطاع الشباب والرياضة. وقد استمع سموه لشرح من وزير شؤون الشباب والرياضة حول خطط وبرامج الوزارة الهادفة إلى مواصلة العمل نحو تطوير وارتقاء القطاع الشبابي والرياضي، فيما أشاد المؤيد بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي كان لها الأثر الواضح في دعم الحركة الشبابية والرياضية.